في العالم في الكونت ديال هذا القرار. هذيك النص ديال المبلغ بغيناه يمشي للامور اللي هي مهمه اللي هضر عليها ضرائب كراس تجهيزات اس ان اس اس اللي عنده شي تاخيرات في داكشي كامل يخلص الامور ديالو ويجيب لنا التوصيل باش خلص لنا شي تحت في 100% هذايا لا كونفونسيون الاتفاق ديالنا. النهار اللي جاب لنا داك التوصيل الغد غادي نعطيو الفلوس اللي بقى بل الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج مخصص للمتضررين من جائحة كورونا. هذا البرنامج وهذا الصندوق اللي خلقته الجهة بشراكة مع ولاية جهة سوس مسا وكذلك جمعية مبادرة سوس مسا والمبلغ ديالو اللي هو 10 الملايين درهم والعدد ديال المستفيدين من هذا البرنامج اللي هي 124 مستفيد. هذه الدفعة الأولى اللي هي فيها 61 مشروع يتفرقوا على جميع الأقاليم ديال الجهة لأن كاين مستفيدين من طاطا وكاين مستفيدين من تارودان وكاين مستفيدين من تيزنيت وكاين مستفيدين من إنزكان وكذلك أكادير إيدا وتنان وفي القطاعات اللي هما تضروا من جائحة كورونا اللي حنا اختارينا منهم ثلاثة ديال القطاعات اللي هي الصناعة التقليدية بائعي مواد الصناعة التقليدية وتم استقبال هذا المستفيدين من طرف السيد رئيس الجهة وكذلك الشركاء ديالنا اللي هما تيكونوا لجنة المصادقة اللي هي فيها طبعا لانابيك الوكالة تنمية الكفاءات تنمية التشغيل والكفاءات وكذلك المركز الجهوي للاستثمار الغرف المهنية بجوج اللي هما الغرفة ديال التجارة والصناعة والخدمات وكذلك غرفة الصناعة التقليدية وكذلك غرفة ديال التجارة كما أشرت. فهاد المؤسسات كلهم اللي هما انتقلوا الموظفين ديالهم وكذلك الأعضاء ديالهم اللي هما جاو لعندنا باش تيكونوا لجنة المصادقة. درنا اجتماع ديال لجنة المصادقة في تارودان ودرنا واحدة أخرى في تيزنيت. هاد اللجان كلها العدد ديالهم هي اسود اللجنه اليوم المبالغ الماديه تنتوفروا عليها تنتوفر على جمعيه مبادره سوس مسا اللي هما جاونا من الجهه وغادي نطلقوا الامكانيات الماديه بواحد الطريقه اللي تخلينا ان يكون حسن التدبير ديال هذه الامكانيات الماديه رغم ضعفها كما تيقولوا من صراسون سوني جامي تخوطا بو بيان فيغ. تنقولوا يمكن بعد رمضان وخاصه قرب شهر الصيف انه هاد الاخوان اما اللي عنده مثلا ضرائب ولا عنده مبالغ ديال الكراء لذلك التهيئه ديال المحلات ديالهم وتزيين ديال المحلات ديالهم في انتظار انطلاق الصيف وتنتمنوا ان شاء الله انه تكون البركه في هاد المبالغ ويتم الانطلاق ان شاء الله ديال النشاط الاقتصادي خروج شرف باش تعطيها للتجار اللي هما عندهم 10 سنين و20 عام ديال 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 ليكزيستونس يعني كاينين 10 سنين 20 عام في البعض عطيهم قروض شرف. هذا الشيء الا جاب الله العمليه نجحت بهذا المبلغ فالجهه توعدنا اننا غنستمروا في هذه العمليه ونزيدوا مبالغ اخرى كثيره ونمشيوا لقدام بهذه التجربه الفريده من نوعها علاش لا نعطيو قطاع اخرى ونتعاملوا مع اي افجات ولا جفاف ولا افه ولا كما بغات تكون. اللقاء اللي تراسوا رئيس الجهه وكذلك رئيس جمعيه سوس مبادره وذلك من اجل توزيع لي كونترا ديال الدعم للصناع التقليديين وبالخصوص الحرفيين المضرين من جائحه كورونا اللي دفعوا الملفات ديالهم. وما يدنا بصفتنا كغرفه الصناعه التقليديه ما يدنا الا ان نثمن هذا العمل الجبار اللي من طبيعه الحال من خلال المواكبه ديالنا بصفتنا كغرفه الصناعه التقليديه كذلك في الملفات ديال الصناع التقليديين ديالنا والحرفيين اللي دفعوا الملفات ديالهم. وهذه بادره طيبه ونتمنى ان شاء الله ما يدنا الا نشكروا كل من يساهم من قريب ومن بعيد في انجاح مثل هذه البوادر. كتعرفوا يعني المواد النباتيه كالجلد اون جينيرال يعني مواد نباتيه دونك اللقاء اللي كان اليوم يعني لقاء الدعم اللي زعما صراحه انه هذا الدعم هذا غادي يقدر يسوي لنا الوضعيه ديالنا على المشاكل اللي كنا دزنا فيها كعراقيل يعني كمواد اوليه او نبات او ثانويه. كان عندنا دي كريدي وكاينين بزاف ديال الحوايج اننا بغينا ناخذوهم ما وصلناش ليهم ما كنقدوش نخدموا يعني موغالمون. دابا كنظن انه يعني هذا الدعم هذا غادي يخلينا يعني ترونكيل باش نقدو اننا نفابريكيو شي برودوي واننا نزيدو يعني في البروجي ديالنا. عشنا واحد المعاناه مع كورونا سدينا مده شهور وعاود حلينا وعاود سدينا
وكنا كنتسناو كان عندنا ضرائب، عندنا رسوم، عندنا فاتورات ديال الممولين، عندنا بزاف ديال سمو. واخا شويه المبلغ ماشي مهم بزاف، ولكن شويه راه احسن من والو. والحمد لله مشينا، وكنشكر بالمناسبه السوس مبادره وجهه السوس ماسا وبقيه المتدخلين. قروض بدون فائده وداروا فينا الثقه، وكنطلبوا الله تعالى باش هذا الشيء يدوز بخير وعلى خير، وكنتمناو ان شاء الله حتى احنا باش هذا الشيء نرجعوه في ظروف ان شاء الله جيده. راه هذه المبادره تبعتنا باش نفكوا به هذه المشاكل ديال الضمان الاجتماعي وديال الضرائب وديال المشروبات وديال البانوات وداك الشيء اللي كتصل البلديه والضرائب. وكنشكروهم وكنتمناو لهم ان شاء الله باش يديروا فينا الثقه ويديروا لنا ثاني شي مبادره اخرى ان شاء الله مستقبلا، باش ندخل حتى الناس اللي غيستافدوا غيلقاو هاد الناس اللي استافدوا كاين ثقه. وكنطلبوا من الجهه حتى هي باش تدعم جميع المؤسسات، لان المؤسسات هما اللي يخلقوا المناصب شغل. اذا كنتم غادي بالامور حتى سيمان 10 ايام ماكسيموم وتفدوا تشدوا فلوسكم كلها، ولكن راه 3 ايام تشدوا النص. دابا انا باش تكون في عينكم راه ما جمعناكم باش نضحك معكم، انا راه سينيت لي فيرمون لكل واحد فيكم. الصباح هذا راه سينيت 61 فيرمون كنتسناو امينه المال باش تسيني، وغادي يجي لكم تسيني على الله غدا الصباح وغادي تفرقوا داك الشيء للباكا. دونك اذا كان غدا شنو هو الخميس الجمعه السبت على اكبر تقدير 3 غيكون عندكم الفلوس في الباكا، واتمنى تسدوا تو سويت 3 الخميس خلص عليا خلص ورجع ليا لي روسي الخميس نسيني عاوتاني لو غيست. وحنا فضينا جلسوا 3 شهور ولا 4 شهور ولا 5 شهور ما عطناش من ديفيري عندهم، ما تخلصوا حتى حاجه، تبداو تخلصوا الاقساط. شنو في الاقساط؟ غالبا تيكون خفاف عليكم خصوصا في الدنيا والهم، لان انا عارف هذا الشيء ديال التضامن اللي كيقول لك غالبا ديك الساعه دخل واحد العمليه ديال التضامن، واحد العمليه ديال التجربه. اذا نجحت غادي تكون فائده، ماشي زعما شي واحد حتىش واحد يقول شي جهه فيها هذه الطريقه هذه ديال العمل. اذا جربوها نجحت لينا هذوك الفلوس غادي يرجعوا للكونت وغادي تعطيو شي برنامج. الجهه قالت لك الا نجحتي ليا مليار بهذه الطريقه وكان تاثير وكان وعطيتني تقييم ديال العمل وكان فيه تاثير جمعيه المبادره سوس مسا، انا غادي 10 المليارات نرجع لك، ما عندكش انا مليار. انا حنا مستعدين ندازو نخدمو على الفلوس نجيبوهم ونعطيهم للناس، ولكن نجحوا مع هذا الشيء ما يكونش فيها الشفافيه والوضوح والامور النقيه بجد. تبارك الله كلكم تجاروا كلكم عارفين الامور، وترجعوا الفلوس وتعاود تعطيهم لكم انتم نيتو تعطيهم لشي واحد اخر وحنا غاديين نضلوا. ونطلبوا الجهه ما نبقاش خدام هذا المريض خاص تجي لنا جوج ثلاثه ونبداو نستمروا في هذه العمليه ديال التضامن اللي هي عمليه اليوم في الجهه ديالنا فريده. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.